العود هي صعبة هاي أول شيء، ومو كل نجار يقدر يسويها، لأن بها قضايا هندسية وفيزياء بها وبها يعني الشغل ماله كلش صعب. فيقدر النجار يسوي له كنتور، يسوي له تختاج، يسوي، بس هذا صعب، لأن هذا الشغلة هذه كلها صعبة. أنا من كنت بالابتدائية يعني حوالي عمري يطلع فد 10 سنوات، كنت أجيب للوالدي غدا. بيتنا كان يم مدرسة الجعفرية، مدرسة مال الجعفرية حافظ القاضي. فوالدتي تقول لي ودي لي ابوك الغدا، من اجي لهنا اجيب له الغدا، فيجي يقول لي هاي طاسه، كانت طاسه من الطاسات عنده، يقول لي بالليسه من جوا كرخ بيها يعني يشتغل، فاجي اشتغل بيها. هاي اول مرحله تعلمتها انا. هاي بعدين ثاني شيء قمت اصفط الوجه حوالي 4، هذا 2 هسه الوجه قطعتين، فقمت اصفط. هاي من انا صغير علمني والدي لمين تعلمت الشغله كلها يعني. فكان يجي هنا الجماعه يجون روح القماش الله يرحمه، غانم حد عزف العود مال فرقه الموشحات يعني، يجي هنا يوم والدي يقعد، غانم حداد عزف الكمان فرقه الاذاعه والتلفزيون، يجون يعني معظم الفنانين مال الاذاعه والتلفزيون كلهم هنا. وهذا المحال كان مال عباس جميل الله يرحمه ابو سحر، فطال والدي، فوالدي قام يشتغل هنا. اطلع من المدرسه قال لي هاي الشغله تفيدك. بغداد العراق، وهذه قيثارة السومرية، هاي المفتاح صول عندك، والنوطة هذه موجودة، وهذه القيثارات الاثنين الصغار. هسه عندنا شيء اريد احكي بيه، هذا كله قياس يعني. الزنت عندنا 20.5 سنتيم مال المخدة، هاي يسموها هذه المخدة، هاي براحة، هاي هاي تقعد عليها الاوتار يقعد عليها، هذا 20 يعني. ومنا من المؤخرة مال الزنت لحد هاي اللي يسموها الغزاله مال الاوتار، هاي 40 من ناليغات، و20 ايش قد صار عندنا 60، نص مال المخده هاي وحده. طول الجسمه شفتوه يعني، اشتغل بالقالب كليته يصير ماله طول 40، هذا يصير عندك، يصير عندك 34 سنتيم. هذا العود رجالي، وعندي دا اسوي عود نسائي يصير اصغر من عنده. I need.